الالتزام المجتمعي موجود في ظروف مواجهة الوباء؟ نعم موجود. طيب هل التهاون والإهمال موجود وفي ناس غير ملتزمة؟ إي نعم. الكلام هذا ما هو مجرد كلام نقوله وبس، هذا واقع نشوفه بعيوننا. نشوف الملتزمين وتقيدهم بالاشتراطات، والأمثلة كثيرة. في وايد ناس بالمجتمع قبل ما يسوون أي شيء يتأكدون أنهم مطبقين الاشتراطات، وإذا كان الأمر في إخلال بالإجراءات الاحترازية يتجنبونه، لأنهم حريصين على صحتهم وقد المسؤولية اللي عليهم. بالمقابل في وايد أمثلة على التجاوز. نشوف الناس اللي تعيش حياتها كأن الوضع ما في وباء، وبالواقع المرض مال الدنيا ومو مخلي فيها مغز زبرة. نشوف أرقام الإصابات اللي ترتفع، واللي في جزء كبير منها يكونون من أسر واحدة، لو ترجع شوي بحياتهم تلقاهم مخالفين بمحطة معينة. هالشي رد عليهم بنتيجة سلبية، مرضهم. هالوضع اللي نعيشه كل يوم من أكثر من سنة، والأدوار اللي فيه ما هي بسيطة. ما نبي نضيع تعب أحد، الجهود كلها كانت مضاعفة بهدف سلامتنا وسلامة المجتمع. نبي نوصل للنتيجة اللي نتمناها. وعلى سيرة الجهود والأدوار، جهات كثيرة كانت على أعلى مستوياتها في التعامل مع الأزمة، صفوفنا الأمامية بكل المجالات، ومن ضمنها منتسبي وزارة الداخلية. وللحديث أكثر ينضم لنا وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح. مساء الخير وحياك الله معنا معالي الوزير، وسعيدين بوجودك معنا. يا هلا فيك اخت انوار، اول شيء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه، ومساء الخير عليك وعلى كل الاخوه المشاهدين، وبارك الله فيكم على جهودكم. الله يبارك فيك معالي الوزير. يعني منذ بدايه الحظر الجزئي اللي فرض مجلس الوزراء، وانتم في جولات ميدانيه على نقاط التفتيش يعني في كافه محافظات البلاد، كيف وجدتم تعاون المواطنين وحتى المقيمين مع رجال الامن ومدى التزامهم بهذا القرار؟ أول شيء الله يحفظك ويحفظكم أجمعين، هذه توصيات سيدي حضرة صاحب السمو الله يحفظه أبونا نواف لما أمرنا بتطبيق القانون والنزول إلى الميدان. نعم. في أول كلامه لنا كوزراء جدد. فنزولنا إلى الميدان هذا يأتي تنفيذا لتعليمات سموه الله يحفظه، والمواطنين ولله الحمد يعني متعاونين بشكل كبير مع رجال الأمن في مساعدتهم وتسهيل إجراءاتهم، لأن احنا في وزارة الداخلية أخذنا على عاتقنا تحمل هذه المسؤولية. الله يعطي إخواني وخواتي في الوزارة العافية والصحة، صار لنا سنة أخت أنوار، سنة والآن دخلنا سنة وشهر في هذا الوضع الصحي الخطير على مو بس الكويت، على العالم كله، بل إلى الكويت تأخذ حب أهل الكويت والمقيمين على أرض هذا الوطن المعطاء، تأخذ كل الحرص أن تقدم لهم أفضل الخدمات. فعلا معالي الوزير، يعني تطور ملحوظ للخدمات المقدمة من قبل وزارة الداخلية للأمانة المقدمة للجمهور إلكترونيا، ما رؤيتكم في هذا التوجه والخطط الموضوعة لمواكبة الأوضاع في هذا الشأن؟ للأمانة يعني ما قصروا إخواني وخواتي في الوزارة الله يعطيهم الصحة والعافية ويكثر من أمثالهم، حاولوا يساعدون المواطن للتعايش مع هذه الجائحة ب يعني قدر كبير من المسؤولية. فلو تلاحظون كل خدمات الآن أو أكثر خدمات العفو وزارة الداخلية أصبحت عبر الأونلاين. فعلاً. فإذا بدينا من الإقامة، والكل منا عنده يعني سواء بالقطاع الحكومي ولا بالقطاع الخاص أو كذلك القطاع الأسري، كلنا عندنا إقامات نحتاج أن نجددها، فأصبح من السهل جدا يعني على المواطن وعلى المقيم كذلك. نعم. أن يدخل إلى موقع وزارة الداخلية ويجدد هذه الإقامات. كذلك الرؤى المستقبلية مثل ما قلت أنت، هناك يعني رؤى كثيرة مستقبلية، ويعني الواحد ما وده يقول لكم شوفوا شنو اللي جاي. فعلا. وانتم تحكمون اذا هناك تطور او لا. معالي الوزير، في بداية الحظر رصد ازدحام مروري فترة او ما قبل الساعة الخامسة لاسباب عدة كانت، اين تكمن المشكلة معالي الوزير؟ يعني كيف ترون الحلول للعمل على انسيابية الطرق، وما رسالتكم في هذا الجانب؟
للأمانة أول ثلاثة أيام كنا متوقعين، ويمكن في نقطة من النقاط جوني صحافة وقالوا لي اليوم، وتحديدا كان يوم الأربعاء. نعم. قلت شوفوا الانسيابية اليوم أصبحت الساعة الخامسة إلا ربع، الطرق كلها سالكة ولله الحمد. أنوار إحنا نتأقلم، إحنا أهل الكويت، هذه عادة أهل الكويت، وقت الفزعة تضبط الأمور كلها. فعلا. كانت يمكن عندنا مشكلة بسيطة مع بعض المقيمين من داخل العاصمة اللي زدنا عدد الباصات، بس يعني لما الواحد يطبق 30% السعة الاستيعابية للتنقل الجماعي أصبح الباص يحتاج أن يكون ثلاث باصات، قلنا 30 و30 و30، هذا 90%. فمع التقليل لله الحمد يعني قدرنا أن نتغلب على هذا الموضوع. نعم. طيب هل هناك يعني انطباعات معالي الوزير ومشاريع مستقبلية من خلال استلامكم لحقيبة وزارة الداخلية؟ ما في شك، ما في شك، هذا شيء أكيد. والشباب الحلوين الطيبين الخلوقين إخوانكم في وزارة الداخلية اللي تشوفون كل يوم بتعاملكم معاهم، راح تشوفون لهم طفرة نوعية بأمور كثيرة راح تلاحظونها. يعني هل تتوقعين في يوم من الأيام أن يكون فرضا تستلمين جوازك من مول؟ طبعا هذا اللي راح يصير عندنا إن شاء الله في المستقبل. جميل. من خلال جدا. مكاين مثل الـ ATM الكيوسك هذولا اللي تسحبين منه فلوس، ولكن تسحبين منه جوازك عقب ما تسوينه أونلاين. هذه خدمة إن شاء الله قادمة وسريعة جدا راح ننفذها. هناك أمور كثيرة قلت لك في بداية الحديث معاكم إنه راح تشوفون أمور كثيرة راح تتغير إلى الأسهل والأفضل بإذن الواحد الأحد إن شاء الله. أصل لقويكم يعطيكم الصحة والعافية معالي الوزير، كلمة أخيرة حاب أن نتوجهها. والله شوفي أنا من يعني سعدت إني أكون معاكم ومشاهدينكم الكرام، أتمنى بس أن يتحملوني شوي لأني بوجه كلمة لإخواني وخواتي رجال الداخلية. ودي أني أبشرهم بإن شاء الله خلصنا من اجتماعات عدة خلال الأسبوع المنصرم هذا، تحديدا لإخواني وأخواتي ضباط الصف والأفراد من حملة المؤهلات الجامعية، أن راح يكون هناك التحاق لهم إن شاء الله بدورة تأهيلية لترقيتهم إلى رتبة ملازم، وذلك بعد انتهاء شهر رمضان المبارك بإذن الله تعالى. وكذلك بشرى أخرى لإخواني ضباط الصف والأفراد حملة شهادة الثانوية العامة بدورة تأهيلية للي مضى عليهم تقريبا 15 سنة، وهذا كله دافع أن يكون هناك انخراط للشباب الكويتي داخل المؤسسة الأمنية الكويتية، فهذا حافز لهم إن شاء الله أن يدخلون، وإحنا ماشيين إن شاء الله بهذا الموضوع لأن هذا استحقاق يكون لهم ودافع لهم أن يستمرون في عطائهم اللامحدود من أجل الكويت وأهل الكويت الكرام. يستاهلون، عساكم على القوة، وكل الشكر لك وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح، شكرا لك على هذه المداخلة وسعيدة بوجودك معي اليوم. شكرا لك. شكرا. مثل ما تعودنا دائما نحاول نسلط الضوء على القطاعات اللي تأثرت بها الجائحة، والقطاعات هذه كثيرة وتكاد تكون لا تحصى، لكن حتى نبقى على اطلاع دائم بكافة الأوضاع نحاول كثر ما نقدر أن نتابع. مجال الرياضة اليوم حال حال باقي المجالات تعطل بشكل كبير بسبب أضرارنا للوقاية واضطرارنا للوقاية بهدف عدم التعرض لخطر الوباء وآثاره. للحديث أكثر بخصوص الوسائل المتبعة والخطط الموضوعة لهالمجال شاركنا الحوار اليوم رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح. مساء الخير وحياك الله معنا الشيخ فهد. مساك الله بالخير اختي انوار. يا هلا وسهلا. حضور الكريم. بالبدايه نبي نتكلم شيخ فهد حول الحمله اللي يعني تقوم فيها اللجنه الاولمبيه الكويتيه فيما يخص تطعيم اللاعبين والكوادر الفنيه والاداريه المرافقه للفرق والتي ستبدا يوم السبت ان شاء الله. طبعا بالبدايه بسم الله الرحمن الرحيم اشكركم واشكر تلفزيون الكويت على اتاحه هذه الفرصه لنبين جهود اللجنه الاولمبيه الكويتيه خلال هذه جائحة كورونا COVID-19. فطبعا نشكر أخواننا في وزارة الصحة على رأسهم الشيخ الدكتور باسل الصباح وزملائه على التعاون الدائم مع الحركة الرياضية الكويتية. يستاهلون الشكر. نعم. الله يسلمك. وإحنا اقترحنا على وزارة الصحة تخصيص يوم لفحص جميع الرياضيين، لاعبين مدربين إداريين، عشان نستكمل البطولات
المقبلة إن شاء الله، وأن تكون المنظومة الرياضية متكاملة على أتم استعداد. وفي شيء لحين ما أعلننا عنه ما صار رسمي، أخذنا موافقة مبدئية من وزارة الصحة أن تكون مقر جابر الأحمد، مقرنا الجديد، مقر اللجنة الأولمبية الكويتية في مدينة جابر الأحمد، أن يكون الفندق هو الحجر المؤسسي لجميع الرياضيين اللاعبين. راح يكون يعني راح يكون هو المكان المناسب لجميع الرياضة، راح يكون عندهم المقر الصالة الرياضية عفوا، راح يكون عندهم المضمار المطامير اللي برا. نعم. وطبعا ما راح يكون وياهم اي واحد، ما راح يتخطون ولا احد. جميل. وراح يكون عندهم اعلى درجة الاحترازات الصحية. نعم. الشيخ فهد، يعني نبي نتكلم عن التسهيلات والإجراءات اللي تقوم بها اللجنة الأولمبية الكويتية للرياضة والرياضيين، خاصة في فترة الحظر الجزئي، مثل استخدام تصاريح عدم التعرض أثناء المباريات وحتى المنافسات المحلية. اي نعم، خاطبنا الله يسلمك اخت انوار لجنة الطوارئ لإصدار تراخيص او تراخيص عدم التعرض. تعرض، نعم. اي نعم، الاخوان الرياضيين وجزاهم الله خير اخواننا في الاستوارة وافقوا. احنا قدمنا مقترح ان يكون من الساعة 5 مساء الى 7 لجميع الالعاب الجماعية. لجنة الطوارئ وافقوا على الكرة مبدئيا، وان شاء الله الاسبوع الجاي ان شاء الله ناطرين الرد منهم حق جميع الرياضات. طيب، احنا نعم، في انتظار ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب، ماذا بشان مشروع اعداد البطل الاولمبي بالتعاون مع الهيئه العامه للرياضه؟ ما هي اخر يعني استعدادات ابطالنا للمشاركه في اولمبياد طوكيو والدعم اللي تقدمونه لهؤلاء اللاعبين؟ طبعا التعاون ما بين الهيئه العامه للرياضه واللجنه الاولمبيه الكويتيه تعاون كبير لمصلحه اخواننا واخواتنا الرياضيين. نعم. فاحنا لحد الان عندنا 6 متاهلين رسمي حق طوكيو ان شاء الله 2021. عندنا 6 المتاهلين هم عبد الرحمن الفيحان رماي فئه التراب، كذلك طلال الرشيدي رماي تراب، عندنا منصور الرشيدي رماي، وعندنا سعود حبيب رماي، وكذلك عندنا اختنا الصغيره لارا دشتي سباحه 50 متر، وعندنا كذلك عاطف دوسري رماي حق الألعاب البارالمبية. نعم. لإخواننا ذو احتياجات خاصة. أسأل الله يوفقكم إن شاء الله. ويعني وعندنا 19 واحد يعني جدا قريبين للتأهل، يعني إن شاء الله إحنا متوقعين إنه يتأهلون إن شاء الله ويرفعون علم الكويت فعلى المحافل الدولية بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. كل الشكر اللي كان معنا رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح، شكرا لك على هذه المداخلة. الله يحفظكم إن شاء الله. شكرا لك. شكرا لك. ما بين تقيدنا بالإجراءات اللي تحمينا من فيروس كورونا ومضاعفاته ورجوعنا للحياة الطبيعية اللي تعودناها، يبقى حلنا الإقبال على تلقي اللقاح. اليوم احنا وصلنا مرحلة التعب البدني والذهني في مواجهة هذا المرض، صح، لكن ما راح نستسلم ونترك كل جهودنا في هالسنة. راح نتم متماسكين وواقفين وقفة واحدة، ونشجع على تلقي اللقاح، ونطمن أهلنا وأحبابنا، ونبادر عشان بالأخير نوصل للمناعة المجتمعية ونوقف تفشي المرض وانتشاره، وهالشيء نكون قدرنا بتعاوننا تجاوز هذه الأزمة بخير وسلامة، ولذاك الوقت اللي نعدي فيه المرحلة هذه وترد كل الأمور لوضعها الطبيعي. كونوا بخير وبأمان الله.